ناخد زميل عزيز شريف شعبان عشان يطمننا على كل ما جرى في التدريب النهارده. شريف شعبان زميل عزيز، اهلا بيك ودايما منور قناه الاهلي. اهلا بك يا كابتن، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. كويس، تمام، سامعك كويس. يمكن احنا في اجواء، يمكن بلد جميله جدا على هي خلابه، جنة الأرض، يعني جنة الأرض زي ما بيقولوا، يعني جبال طبيعية وحاجات طبيعية بجد. هنا الجو كويس جدا، بنشوف فواصل الشتاء كلها. يمكن دخلنا البلد الدنيا الاستوائية، كان في أمطار مع رطوبة عالية جدا، يمكن بعد الساعة 4 العصر كده اهوت 5 توقيت القاهرة بيبقى الجو بيبقى كويس. طبعا المباراة هتكون بإذن الله يوم السبت الساعة 5 توقيت غينيا، 6 بتوقيت تمام. يوم النادي النهارده يمكن الاهلي بيبتدي يومه من الساعه 8:30 صباحا، بيكون الفطار، بيكون الغداء الساعه 1 الظهر، الساعه 4 بالتحديد النهارده كان في محاضره مع اللاعبين حوالي نص ساعه اتكلم فيها مستر تايلر عن مباراه السبت، والساعه 4:30 اتحركت من الفندق اللي بيقيم فيه بس اللي بيبعد عن المطرحه عن الاستاد حوالي 10 واحد. تحديد التمرين كان في الخامسه مساء، مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ والمدير الاداري الكابتن سمير عدلي والكابتن ماهر، يمكن يومهم مجهود كبار قدروا يحصلوا على استثناء ان الاهلي يتمرن النهارده وبكره، مش بكره بس، النهارده وبكره على الاستاد اللي هيقام عليه المباراه. بساعه كان تمرين الاهلي الاول على الاستاد منذ قليل، يمكن احنا لسه راجعين الى فندق الاقامه منذ حوالي 3 4 دقائق. النهارده مستر فايلر كان مركز على الشغل اللي هيبدا بيه او التشكيل اللي ممكن يلعب بيه مباراه كام سبورت يوم السبت. الاربعه المحترفين النهارده انضموا للفرقه، 2 منهم شاركوا، معلول شارك وديانج، لكن ازارو ما شاركش باذن الله، هيشارك جيلاردو ما شاركش باذن الله هيشارك. يمكن هنا الاجواء كلها يعني تمتاز بالهدوء، الصمت الكبير جدا داخل البلاد. يمكن زي ما قلت لك النادي الاهلي لسه راجع الفندق، هينزلوا يتعشوا الساعه 7:30 ده يوم النادي الاهلي. بعد العشاء على طول هياخد المعلومه النوم علشان يبقى الفطار الساعه 8:30، لازم يصحوا بدري الصبح. معاك رايح تشترك كابتن ميدو معاك. أكيد شريف، يعني الدنيا كلها مركزة، كله يعني حاطط النصر والأداء والإقناع والنتيجة طبعا كله قدام عينيه، عايزين نعمل أداء ممتع. عايز أكيد فايلر عايز يعبر عن نفسه في أول مباراة رسمية للنادي الأهلي يتولاها إفريقيا كمان، أكيد كله عايز يقول الأهلي إن شاء الله راجع وراجع بقوة كمان. عشان كده في الصور وفي الفيديوهات اللي بنشوفها هنا في القناة كل اللعيبة مركزة، كله يعني بيبتسم ابتسامة الثقة والتركيز في نفس الوقت. تمام، كابتن ميدو هو الراجل طلب اللاعبين بالتركيز فقط في مباراة كام سبورت، عدم الحديث نهائيا عن مباراة السوبر، التركيز ثم التركيز في مباراة كام سبورت، تقديم عرض قوي قبل النتيجة، تقديم عرض قوي قبل النتيجة. الراجل النهاردة الشغل اللي اشتغل بيه النهارده في الملعب كان حريص جدا، الراجل عامل تقسيم اللي هيلعب بيها باذن الله ما قدامه الفرقه الثانيه اللي بتلعب، يعني الاحتياطيين او اللي هيبقى خارج ال 18 قدامه من الناحيه ال 11 و 11، وقف التمرين كذا مره وتقسيم كذا مره علشان خاطر يبقى في اللعيب ما هتتصل بالكوره كتير، عاوز الباص يخرج كويس، عاوز اللي يبقى في تحركات من اللاعبين، ما حدش يباص ويفضل واقف، عاوز اللعيب اللي يباصي يتحرك، اللعيبه كلها تاخد اماكن، اللعيبه كلها تظهر الكوره ما تستخباش ورا الكوره. النهارده التمرين لفتت انتباهي وفتت انتباهي، بيهتم بادق التفاصيل، بيهتم بالاكل، بيهتم بالاقامه، بيهتم بالملعب، بيهتم بكل حاجه، بيسايب كل حاجه لظروف، بيقعد مع الجهاز معاهم كتير جدا، بيتفرج على النادي الاهلي اكتر، يعني بيتفرج على النادي الاهلي كلهم. النهارده الاربع لاعبين اللي موجودين النهارده يمكن اول مره اشوفهم النهارده في الملعب، شاف النهارده 2، شاف النهارده يانج، وشاف النهارده معلول. فالراجل بيحاول يتعرف على كل كبيره وصغيره. وبالمناسبه ملعب المباراه يمكن الارضيه الى حد ما جيده جدا جدا جدا، ويمكن نوع النجيله هو اللي مختلف شويه، نوع النجيله يمكن جديد علينا ما شفناهوش. انا شفت مثلا من حوالي 2 سنين في ملعب الزرقاء
في مصر، جزيره تخينه كده غريبه شويه ولكن مستويه، ما فيهاش نور، ما فيهاش حفر، منظر الجبال حوالين الاستاد مشهد ولا اروع ولا اجمل. باذن الله كلها اجواء لا تساعد لاعبي النادي الاهلي على الفوز، وبطمنك وبطمن طيب والله العظيم ما بطمن تضخيم الراجل اي حاجه انه بيتكلم وقت بيتكلم ارض الملعب وقف الباس. لا انا مش سامعك. اوكي، هو كان بيتكلم على فايلر. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان.